مو هي هذه المشكلة، المشكلة انه اليوم المحافظة ودوائر المحافظة كلها يعني هذا لفلان جهة، هذا لفلان جهة، هذا هذا لفلان عمه جهة، وذاك هذا لفلان خاله، جهة. يعني سيد فبالتالي الخفاجي، عملية هاي التغيير التغيير بدنا نتكلم عليها من 2012 الى حد الان، مشاريع متلكئة توقفت طبعا، هاي المشاريع اللي يقول لك عليها الاموال المصروفة بلغت 520 مليار دينار، علما ان بعضها مشاريع وزارية. خلي افتهم اكثر من عندك، المشاريع المتوقفة مشاريع نصب وتشغيل مجمعات ماء بطاقات مختلفة، تبطين جداول الماء، عمل فك اختناقات محولات الكهرباء، يعني اكو مشروع ماء بس دقيقة الحلة. بس دقيقة، وحدة 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 وحدة، هي هاي وحدة وحدة ستردين اجاوبك، لا راح اعطيني فقرة فقرة طيب. واجاوبك. هاي المشاريع انا لا اتكلمت عليها، لا انا لا مو هيك، لا واحد لا مو واحد. هيك مو هيك، انت راح تكتسين علي لا 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 لا, 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 لا. انطيني مشروع 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 قليني. مشروع مثلا مجمعات مجملها. المي، انا اجاوبك على مجمعات المي، اي راح تقول لي اياها انت، بس انا دا اقول لك المشاريع اللي بلغت انصرفت 520 مليار بعضها كانت مشاريع وزاريه، المشاريع متوقفه. تكلمنا يلا، نصب وتشغيل شوفي. مجمعات محطات شوفي. البطاقات او غيرها، اللي المحافظ اللي استلم هسه جديد استاذ وعاد قسم المشاريع وسواها اصناف متلكئه، يعني حسب نسبه الانجاز المشروع اللي بعد 70 لغايه 95 او 97 وال 99 ومن 50 الى 70 ودون ذلك لحد يعني 20 او 10 او هذا. فبدأ الرجال الحد يمكن أنا قبل يومين كنت يمه وشفته أنه يعالج بالبداية يعالج بالمشاريع اللي نسبة إنجازها عالية جدا عالية وصنفها كل المشاريع صنفها، ولدينا مشاريع متلكئة ولدينا مقاولين عاجزين. وبالمناسبة كثير من الشركات اليوم، شوفي أنت وين أكو مشكلة، أكو مشكلة مرة أنت مثلا تحيل على مقاول ذات سمعة جيدة وأموره جيدة ويجي واحد ينزل عليه بالعطاء، ينزل عليه والله ما عنده سمعة، وهي هذه المشكلة. هذه هسه انحلت، قولي هذه المشكلة تقريبا شو اللي انحلت، لأن اعطاهم مجلس الوزراء صلاحيات بالإحالة بالدعوات المباشرة والإحالة لحد 5 مليار دينار عراقي. هاي بعض الأمور انحلت بشكل جيد، ولكن لحد هذه اللحظة ما وصلنا إلى الهدف، ولحد هذه اللحظة ما وصلنا إلى النقطة الصحيحة. أما موضوع أكو مشاريع متوقفة من مجمعات المي، مجمعات المي اجى قرار من مجلس الوزراء واصبح تعليمات ومثل القانون، قالوا لهم بعد ما نسمح لاي مجمع على الاذناب على اطراف الانهار او على اذناب الانهار، لابد ان يصير على شو اسمه المجمعات المي يصير على الشاط او المجاري الرئيسيه اللي ما ينقطع من عندها المي في سبيل انه يكون الماي مستدام. عندنا مشروع الهاشميه بطاقه يمكن 10,000 او 8,000، عندنا مشروع المحاويل اللي لحد الان نسبه الانجاز مالته اكثر من 90%، هم هذا يمكن 6,000 متر. وعندنا مشروع الكفل 4,000 متر. وعندنا مشروع أبو غرق، وعندنا مشروع بالمسيب، مشروع أبو غرق اشتغل، مشروع الهاشمية اشتغل، مشروع الكفل متلكئ والآن صارت بحركة، يمكن المعلومات اللي عندي الآن أكثر من 60 إلى 70% نسبة الإنجاز مالته. مشروع ماء المحاويل الكبير اللي النسبة مالته تعدت 90، يعني فوق يعني 90%، تقريبا راح تخلص يعني. وطبعا هذه المشاريع ليش توقفت؟ توقفت بسبب الأزمة المالية اللي مر بها العراق من عام 2014 لغاية بداية عام 2018 وما كانت إلها أموال مخصصة نهائيا، فتوقفت هذه المشاريع، ومن تتوقف المشاريع يصير بها اندثار.